مهرجان الوفاء للإمام المغير السيد موسى الصدر أقول للذين يريدون أن يكونوا معنا ومثلنا أننا تعبنا من الانتهازيين والوصوليين والذين يعتبرون حركة أمل ومواقعها سلما للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم، ونقول إن حركة أمل حركة المحرومين، حركة المقاومين، حركة الشهداء، حركة اللبناني نحو الأفضل، يعبر عن الإيمان بالله بالمعنى الصحيح للإيمان. ونعتبر أن الإيمان بالوطن وبالإنسان وبالله لا ينفصلان، وهي تمثل ما رسمه لنا إمامها ومؤسسها، القوة الشعبية الفاعلة للمشاركة ورفض الحرمان، للوحدة ورفض التقسيم لفلسطين ورفض التوطين، وهي ستعمل دائما لتخطي تعرضها للتصنيف الطائفي ومجابهتها بأخطار الانقسام الطائفي. وأقول اليوم لجماهير الإمام الصدر التي نقف مسؤولين أمامها لا عنها، أن حركتكم حركة الإمام الصدر، حركة المقاومة ومشروع المقاومة للعدوان الإسرائيلي وللحرمان، ستستعيد نفسها كذلك كحركة للمحرومين لا للموظفين، حركة لا تقاسم الحاكمين الجبنة على موائد المغانم، بل حركة لمنع الاحتكار والظلم وتقاسم المغانم والفساد. إن القاعدة التي ستحكم حركتنا منذ اللحظة هي تحقيق المطالب ورفع الحرمان وتعميم العدالة على المناطق، انطلاقا من التأكيد بأننا بحاجة إلى وطن عزيز كريم، آخذين بعين الاعتبار أن العدو الإسرائيلي يتربص بالوطن، وأن حركتنا لن تفقد دوافعها وتتجه إلى نقيض وجهتها.